الساعه اللي غادي تزاد من وراء رمضان، وكاين واحد الجدل كبير دابا في الفيسبوك وفي هذا، لان الناس فريمون المغاربه خايفين من الساعه اللي غتزاد اكثر من ولات شبح في راسك. ساعه ولا اخويا والله الا ساعه ولا دابا حيدوا هذا دابا في هذا رمضان، الناس فرحانين تقد الوقت شويه الدراري ولاو كيفيقوا كالم من المدرسه تسعود وهذا. شحال هذه ما عاشوش، شحال هذا ما عاشوش. عرفتي دابا الرجوع اللي غترجع الناس دابا انا كنشوفها كنقنع كتخلع دابا تخلعتي دابا الله الا كتقدرتي تكمل دونك. فكاين واحد الجدل كبير، حتى التقرير اللي خارج دابا راه كاين واحد التقرير ديال خرج على الساعه باقي ما خرج على الساعه لا واحد التقرير دار زعما باش يشوفوا واش هاد الساعه فريمون اللي تزات واش عندها منافع، داكشي اللي كيقولوا اللي كيقولوا راه الطاقه والربح ديال هذا وتوفير الطاقه وهذا. انا شخصيا ما بان لي والو، ما بان لي لا طاقه لا والو، بان لي لا لا حيتاش كنفيق بكري كيبان لي غير الظلام في ديك السبعه القديمه ساعه سعيده هذه هذيك ساعه سعيده. دونك التقرير راه خرج غير هو الجميل، سيكون التقرير خرج بالفرنسيه ومازال معطل حيتاش كيتسناو يترجموه بالعربيه.